نجات، أرجو أن تبقي معنا لأن نذهب لمتابعة الإجازة الصحفية للبيت الأبيض التي تقدم المتحدثة باسم الخارجية سارة ساندرز. الذين يدعمون السيد ليون بانيتا دعم الرئيسة الجديدة للاستخبارات المركزية الأمريكية، كما أن السيد مايكل هيدن الرئيس الأسبق للاستخبارات المركزية الأمريكية أيضا أيد اختيار الرئيس لمديرة الاستخبارات المركزية الأمريكية التي تهتم كثيرا بالعاملين، بالإضافة أيضا إلى السيد جون ماكلافلن، هو أيضا تحدث عن المديرة الجديدة للاستخبارات المركزية الأمريكية وقال أنها هي الأفضل لتولي هذا المنصب، إنهم جميعا على ثقة من أنها ستؤدي منصبها بشكل عظيم، ولكن يتبقى الأمر في يد أعضاء مجلس الشيوخ الذين سيوافقون على. هل سئلت عن أي أسلوب جديد في التحريات بشأن عمل الاستخبارات المركزية الأمريكية؟ هل هذا هو موقفها؟ سأدعها هي من ستتحدث وتجاوب على تلك الأسئلة المتعلقة بالأساليب الجديدة في عمل الاستخبارات المركزية الأمريكية، ونحن على ثقة من أنها ستجيب على كل هذه الأسئلة. تم تنصيب الرئيس بوتين اليوم لمدة ستة أعوام قادمة، وهناك كان العديد من التظاهرات المضادة لوجود بوتين، ورأينا الرئيس ترامب وهو يغرد بشأن موضوعات روسية. ما الرسالة التي يوجهها الرئيس والشعب الروسي؟ أولا الرئيس هنأ بوتين ويطلب ويأمل في استمرار التعاون فيما بينهما، وأنه يقول له أن للكل يجب أن يسمح بحرية الحديث والتظاهر. الرئيس يتحدث عن الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، وهل هجومه سيستمر على الديمقراطيين، وهل هو يريد به التأثير على الانتخابات النصفية للكونغرس؟ هل الرئيس يؤمن بأن التحقيقات بشأن روسيا هي التي ستؤثر على الانتخابات النصفية في 2018؟ الحقيقة أن بعد العديد من التحريات بشأن هذا التدخل الروسي المزعوم لازلنا نتحدث عنها، وأعتقد أن هذا الحديث قد يؤثر على الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي، وهذا البحث لا يزال مستمرا. هل الرئيس ممتن بشأن السيدة جولياني؟ لم أتحدث معه بشأن مشاعره تجاه هذا الاختيار، ولكن أنه يقول أنها قيمة مضافة لطاقم عمله. قال السيد جوليانو بالأمس أنه أريد أن أعرف لماذا اختار الرئيس جوليانو ولماذا عزل سابقه. لابد أن تسألي هذا السؤال إلى المجلس الخاص. أعتقد أن الوقت يضيق. بالنسبة للقدرات الخاصة بالرئيس بأنه طرد سابينا من المجلس الاستشاري، هذا السؤال تسأله لهم. بالنسبة لإيران، السيد بومبيو وزير الخارجية قال أن، والمستشار الأمني أيضا كانوا من ضمن العاملين في هذه الصفقة، وهل هم يرغبون في قتل هذه الصفقة؟ أعتقد أن الرئيس سيعلق على هذا فيما بعد. هل يعتقد الرئيس أنه سيستمر في عمله بشأن الأعمال التنظيمية بشأن إدارته الداخلية، وما هو الموقف الذي أخذتموه بشأن
بشأن الإجراءات الداخلية. ليس لدي أي إعلانات أو تصريحات عن هذا الموضوع أو إجراءات الثقة، ولكن إذا كان الرئيس قد اختاره لكي يتولى منصب ما، عليك أن تسأل المختصين في هذا. بشأن الصين، بعد عودة الوفد، نحن نعتقد أن الرئيس الآن لديه خطة عمل، وأن المحادثات التي حدثت ربما تكون بادئة للعمل بين الصين والولايات المتحدة. للرئيس تحدث مع الوفد الذي ذهب، الرئيس لديه علاقات جيدة مع الرئيس شي رئيس الصين، وأنه يقول أنه لا بد أن يكون هناك تعاون لصالح الجميع، وهناك وفد صيني سيأتي إلى الولايات المتحدة في الأسبوع القادم ويتحدث مع العناصر الاقتصادية العاملة مع الرئيس. إذن كان هذا جانبا من الإيجاز الصحفي اليومي للمتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز.